كنت انا منخرط في سلك الطلبه تاع العلم الاخضر، كنت لازم عندي درس من دروس اللي عندنا الصباح والعشاء، لازم عندي دروس عندي. كان متواضع وعنده سلوك مع الطلبه كأب لا كأستاذ، وكان يحافظ على الراحه نتاعهم وكيف يوصل للاستراحه، يوصيهم بالآية ولو نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقولون كي تروحوا لبلادكم عرفوا كيف تمثلوا العلم والسياسة، ما تدخلوش فيها أنا ندبر راسي فيها. ومن بعد يبقاو يكتبوهم في الاستراحة هذيك تاع الصيف، وهو ما يجيبش يواجب كل واحد مفرد، ما يخليها كي تقرب الدراسة تفتح الدراسة العام الدراسة في اكتوبر، يبعث لهم في الشهاب يواجبهم، وفي نفس الوقت يعينهم النهار اللي يتحلوا فيه الدروس الجامعة الأخضر، وحافظ عليهم في الموسم تاع الربيع، يدير لهم البراج في المولد، يدير لهم زلابية، وهذا بكل من صندوق الطلبة. صندوق الطلبة هذا كان داير ورق، واللي يدوز عليهم كان شيخ يونس، هذا كان إمام في جامع سيدي قموش، هو اللي قرينا القرآن، هو اللي متكلف في صندوق الطلبه يدور على التجار باش يلم التبرعات. ثم ما عندهمش ميزانيه، والله ما عندهمش الا من تبرعات من الشعب. الحاجه الانسانيه اللي كانت تميز شخصيه الشيخ، حاجه الجانب الانساني اللي ممكن كثير من الناس ما يعرفوهاش عليه. كان متواضع، مثلا في مثال الطلبه، مره كان واحد درس فيها واحد الحصه هكذا، بدال الطلبه كل مره يعيط على واحد من الطلبه يكف باش يقرا، لكن كاينين الطلبه ماهمش بكل عندهم الكتب، كاينين ما عندهمش. كان واحد الحصه هكذا فيها اسم الفاعل واسم المفعول، دوك كي يغلط واحد هو يصيبها اسم مفعول ويغلط هو يقول اسم فاعل، كيف يجي الاخر اللي من بعد وما على بالوش كتب يطيح في هذيك اسم فاعل يقول لا، يبان لك اللي غلطه، يقول لي غلطه وتغش الشيخ. ومن بعد كي دخل البيت دخل قال لي فهمت كتاب سيدي مختار ما عندوش كتاب كيف كي تعون انسان الطالب الاول يقول يغلط يقول اسم الفاعل وانت تقول له اسم مفعول، كيف يجي اللي من بعد ولو كان يصيبوا اسم مفعول ويعرفها لكن يخاف يقول اسم مفعول تولي تتردوا. قال لي هذه هي مالا هذه. ومره واحد من الطلبه خصنا مديرين الحلقه، وكل الخميس والجمعه راحه، نهار السبت لازم الحلقه تبدل ما يبقاوش كل الطلبه مقابلينه حيد هكذا. مالا كاين درس من الدروس، الدرس الاول اللي يبدا لنا هو من بعد صلاه الفجر العروه الوثقى، هذيك الطلبه بكل، ومن بعد يبداو دروس طلبه مخلطه بها. بلا واحد مره من الطلبه شافوا عرفوا ما حضرش الدرس هذاك اللي يقول الدرس اللي من بعد قال له وي ما حضرش الدرس هذاك، قال له سيدي ما فطنش شكون هذا الرفاي، قال له عاود قال له انا كي كنت قرا في تونس قادر ندير فلاش الريش، لكن باش نحافظ على الوقت كي نغطي كسافي تعالوا رجليا، كي نغطي رجليا تعالوا كتافي باش ماش النعاس. قال لي وليدي لك تعود على الرذاي، روح تعاون بلبك في الفلاحه. من هذيك النهار الطالب عاد هو اللي يجي الاول.